نبلش الجيم. عندنا قنبركو بلاير تو سايد ابدع بلعبه بمودك الفتره الاخيره وبالبطوله يعني حتى. حاول يحط البرشر على علي بيلعب كيب اواي. اوه رشه بالاوفر هيد. ممتاز البرشر. بس بوش وخذها الشيله انيويز. تعال كمل 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 كمل. ماكو اي مشاكل. ابر سونيك بلاستر. نكمل وراها. حلوه. خلص الهيد ستان. نرد مره ثانيه على الكيب اواي. اوه قمه السوبر. ابر سونيك بلاستر مره ثانيه. وباقي شويه من طاقه دورمومو. ماكو فايده. علي ورانا من قبل انه شلون يقدر يقلب الجيم بكومه بروحه. هل راح يقدر مره ثانيه او لا؟ باركو قاعد له قاعد له. وين اصد؟ هجومه ممتاز. ايش صار يا ابو يعقل؟ اللي صار الله يسلمك انه قنبركو بدع بمودك. ولك التسطير. عجيب. هايبر سونيك بلاستر ينهي الجيم الاول 1-0 صح قنبركو. علي لازم يحاول يطلع له طريقة يرد على الكيب اواي جيم مال غمبركو. انا وايد اشوف مودوكو دكتور دوم تيم وايد وايد حلو يعني. بوش ذبحه. حلوه الحل لازم يذبحه. لازم على يذبحه. هذا هو الحل. طمع بالتي اي سي. طمع بالتي اي سي. لازم تطمع. ذبحها عدل. تكمل لك. يقصر على اسيست. تكمل ثانيه. الحين يلعب معاه على الكيب اواي بس على الله على السوبر مال قنبركو. هذا اللي يخوف. هذا اللي يخوف. حاول يسوي فلاي اون فلاي بس ما ضبطت. عنده كنترول زي. بوش اكثر من مره. ماكو عندنا اندو شغال خلاص اكس فاكتارا تقريبا ما اقدر اسوي شيء. ما يخالف بس شال واحد شال دورفومو يعني مو شوي. لا والله وجود سخافه المسلز اكثر شيء مليق بمارفل. اوف المسلز مصيبه. ولو انا طاحوا عليها هم بال والله من الاشكال صح؟ لا جزء طاف بس لانه قبل الجزء اللي قبله كان في اسيستات انفيزيبيلتي. اي كان وايد هاجر وترون جايب سوقهم. كانوا احسن من هذا يعني لان انفيزيبيلتي 100% انفيزيبيلتي. صح. ولا تنسى اتش سي جلتش والسوالف هذه كانت لعبه ثانيه. اي ولكن ما يخالف رجعها ابو علوه. قال لك المضمون يا ابو علوه. الجي جي ساي يحاول يفتك من المصيبه. اللي هو مودوك. اوكي حاول يسوي كونفرت بس يا ضحى ضحى خلص خليك على المضمون. اخ بوش انا عشان كذي انا ما احب اعتمد على الهايبر جراف لوب اذا سويتها بالبوكس اول واحده. لو تسويها بالسترونج على الاقل ارفع الشخصيه شوي زياده. اللوب الثاني سوي بالفيس. ما ادري ايش صار. صاده ليفل 3. ما ادري ايش صار. مو المفروض يدش. ما ادري ايش صار. توقعت يحوش؟ حتى انا توقعت يحوش. حلوه. سيفن رينجز اوف راجد. اوه كانت يلا ما يخالف محاوله حلوه. محاوله حلوه. فيزيبلتي ما يقدر يطقها. بس على الاقل يشقح ورا صح ولا لا؟ لكن مخليها فور. يا سلام عليك. كبير يا ابو علوه. كبير يا ابو علوه. كبير يا ابو علوه. كبير كبير كبير. 2-1 2-1 ها؟ المهم اشتغل مودوك. هذه هي لازم تعرف تطالع الاوفر هيد مالت مودوك هذه اللي يطير ويشوف. بوش شوف هذه
هي اصعب شغله تشوفها. هي مو تشوفها اللي عندها انبلوكبلز ما يخلص ولك. اوه بعد خلى اكومن مصيبه مودك. عجيب والله. سونيك بلاستر فيها دي اتش سي ولا ما فيها؟ والله ما له داعي حبيبي. يا حبيبي يا مودك حبيبي. مو صدق مالك والله عجيب درمامو هذا مودك. باتش رايد اسمه خالف البيك اب موجود الكومو موجود يلا حلوة قص عليه اضمن ايه زين سوي الحين عنده فور ميترز يلا فوت دايف العلاوي اعتقد الحين وصل للمرحلة اللي خلاص هذا يعني اخر شيء فوت دايف هذا لعبة مارفل هذا لعبة مارفل صح لما تفقد الامل تقط فوت دايف فوت دايف يلا فوت دايف الحل لكل شيء فوت دايف